دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم ظواهر مدهشة. المخرجان المنفذان فراس عباس وأمير دياب. حلقة اليوم بعنوان ليس وهما. كان في مكتبه في الجامعة يراجع بعض أوراق الامتحانات حين رن الهاتف قربه. ألو، نعم. مرحبا، من تريدين؟ أنا اسمي سلوى، أريد أن أتحدث مع الدكتور تامر. تفضلي، أنا هو. ماذا تريدين؟ أرجوك يا دكتور، أريد أن أراك، أنا في حالة بائسة. خيرا، أنا في مكتبي في الجامعة، يمكنك المجيء الآن. لست بعيدة كثيرا عن كليتكم، أقل من نصف ساعة وأطرق باب مكتبك. كان يستقبل أحيانا بعض الناس الذين يمرون بظروف نفسية صعبة، وقد عرف عنه أنه يبذل أقصى الجهود لمساعدة هؤلاء الناس. تفضل ادخل. أنا سلوى يا دكتور. أهلا وسهلا، تفضلي. كانت فتاة نحيفة تبدو عليها البساطة والطيبة، ولكن عينيها كانتا متعبتين، ربما نتيجة السهر والإرهاق. أتشربين القهوة؟ لا بأس. ألو، عم مخلص. خيرا يا دكتور. فنجانا قهوة سادة يا مخلص، بدوتي متوتر. أن تكلم عنها لأي إنسان. تتعلق بك أم بمحيطك؟ بالإثنين معا، وأنت الوحيد الذي يمكنني الحديث معه حولها. حسنا، احكي لي بالتفصيل. ادخل. القهوة يا دكتور. شكرا. أتريد شيئا آخر؟ لا، شكرا لك يا مخلص. تفضلي، أسمعيني. أتعلم، أشعر بالأمان الآن وأنا مقبلة على رواية حكايتي. كنت الابنة الأكبر في أسرة موظف بسيط يعمل مستخدما في مدرسة القرية. تزوج ابنة عمه أمي، ورزقا بسبعة أولاد، ثلاث بنات وأربعة صبيان، وكنت الابنة البكر. وحين أقعد المرض أمي استلمت مهمة إدارة البيت وقست قبل أن أنهي الصف السابع. ما نوع المرض الذي أصاب والدتك؟ التهاب مفاصل مزمن شمل كل مفاصلها وظهرها. ولم تعالج منه؟ أهمل والدي علاجها في البداية، فاستشرى المرض وأصبح عصياً على العلاج. أكملي حديثك يا سلوى، تفضلي. هذه تفاصيل أحتاجها عند الدخول في لب الحكاية. لا بأس، المهم أنني تقبلت الأمر وبذلت جهدي لإرضاء أمي وأبي وأخوتي. ولم يكن الوضع سهلاً، وعرفت عن طريق الأقرباء أن أبي في سبيل الزواج من أرملة ثرية في القرية. وحين عاتبته قال لي:
إنها رضخت بعد أن بكت كثيرا وتوجعت، ونجح أبي في كسب إخوتي الصغار بالهدايا والملاطفة، وبدأت أفكر بإكمال تعليمي والتقدم لنيل الشهادة الإعدادية. وساعدني ابن عمي الذي كان يعمل مراسلا لإحدى الصحف، ونجحت في ذلك العام. طيب، هل كان والدك عادلا مع أمك كما أكد لك من قبل؟ كان حين يزورنا كانا يتشاجران دائما، وكانت صحتها تتدهور بالتدريج. هل أنجب من نائلة؟ نعم، أنجب صبيا، وكان يعطي نقودا لإخوتي كي يهدوا الصبي الصغير ألعابا. المهم أن صحة أمي المتدهورة وحالتها البائسة أثر كثيرا في موتها بعد أقل من عامين من زواج والدي. كنت مفجوعة بموتها، وأنا أحس أنها ظلمت كثيرا، فقررت أن أتقدم لمدرسة التمريض في دمشق ونجحت. وهل كان هذا دون علم والدك؟ عرف بنجاحي وعرف بعزمي على الانتساب للمدرسة والسفر إلى الشام. حاول أن يثنيني عن عزمي، ولكني كنت مصممة على الالتحاق بالمدرسة. وإخوتك اعتادوا على وجودك بينهم وعلى رعايتك لهم؟ نعم، ولكنهم بدأوا يبتعدون عني لصالح نائلة، وهكذا جئت إلى مدرسة التمريض وأنا أشعر أنني شبه وحيدة. كونت صداقات جديدة مع زميلاتي، وكنت أقرأ كثيرا، واعتدت على زيارة عمتي التي كانت تسكن العاصمة. كان زوجها موظفا مدنيا في الجيش، وليس لها سوى ولد واحد في العاشرة من عمره، كان كل شيء في حياتها. لم أشأ يا ابنتي أن أنجب أولادا آخرين من زوجي، فلقد أكد لي الأطباء أن حالة التشوه الولادي ستتكرر عندي. هي الحياة يا عمتي، وماذا نستطيع أن نفعل؟ مرضت أمي وتزوج أبي، وانتقل إخوتي لحضن زوجته الجديدة، وماتت أمي المفجوعة، وجئت إلى هنا لأبدأ حياة جديدة. الحياة كلها مفاجآت ليست مفصلة على مقاسنا. والدك رجل طيب يا سلوى، لا تغضبي منه. ألم تكسب زوجته أخوتك؟ كيف؟ بفضله بالطبع، وأنت كنت مع والدتك تعتنين بها وتقفين في صفها دون مدارات للمشاعر. وما ذنب والدتي إن مرضت؟ من حقها عليه ألا يملها ويهمل مشاعرها. هو قد ارتأى أن زواجه من تلك الأرملة إنقاذ لأولاده من الفاقة والفقر. على كل حال، حاولي أن تعيشي حياتك يا ابنتي، وانسي همومك وأحزانك. سأبقى في مقام أمك على الدوام. إنها الثالثة صباحا، من الذي يطرق باب غرفتي؟ آهٍ يا سلوى، لم أعد أستطيع النوم، أحلامي المفزعة تطاردني. هدئي نفسك يا نبال، ماذا جرى؟ تلك الأحلام الغريبة عن فرسان محاصرين يموتون على أيدي أشباح مسربلة بالسواد. أرى نفسي أقف أمام مالك، ذلك الفارس القصير جميل الوجه، وهم يقطعون جسده وهو يمد يديه نحوي متضرعا كأنني القادرة على تخليصه. يبدو أن الأمور زادت عن حدها عندك. تعالي تعالي اجلسي هنا، سأحضر الشاي، يمكنك النوم عندي أيضا، زميلتي التي تقيم معي مسافر. أستطيع رسمه بدقة. طيب، صفه لي. إنه مكان منخفض بين جبلين، مغلق من ثلاث جهات، كأنه مألوف تماماً لي. آهٍ يا سلوى، ذلك الفارس بعينيه المتضرعتين يتخيل أمامي،
يكاد وجهه ينطق. هذا الحلم رسالة لك، ويجب أن نفك ألغازه. ها عزيزتي سلوى، هل تمكنت من فك اللغز؟ آه يا دكتور، ولكن لغزاً آخر أشد تعقيداً أحاط بي. ها كيف؟ احكي لي بالتفصيل. آه يا دكتور، بدأت جولاتنا أنا ونيبال على أماكن محيطة بالعاصمة تتصف بصفات شبيهة بأمكنة أحلامها، وتوسعت هذه الجولات حتى شملت مساحات واسعة لمدن صغيرة ترتبط بالعاصمة. فلم نعثر على أثر حتى أصابنا اليأس، بل واعتقدت أن الحلم المتكرر الذي تراه نيبال ليس سوى انعكاس نفسي لقصة قرأتها وهي طفلة وتأثرت بها. وماذا حدث بعد ذلك؟ بالمصادفة دعتنا زميلتنا نورا لحفلة عرس أختها في المنطقة الجنوبية، وكانت نيبال بصحبتي مهمومة بائسة، وقد أثقل عليها الحلم نفسه. أما زالت قريتكم بعيدة يا هدى؟ أترين هذا الجبل الصغير؟ خلفه تقع قريتنا. لاحظت سلوى عندها أن نيبال قد امتقع لونها وبدت مذهولة. نيبال؟ ما بك يا نيبال؟ خير؟ المكان قريب من هنا يا سلوى، مكان المجزرة. أكاد أغيب عن الوعي. هدئي نفسك، هذا خبر يبشر بالفرج. خذي خذي اشربي الماء من الزجاجة. خذي. لم يكن الوقت ملائماً للوقوف والتجول في المكان، لذلك أقنعت سلوى صديقتها بتأجيل العودة إلى المكان إلى الغد. وظلت نيبال واجمة بائسة حتى انتهى العرس، ونامت وسلوى وبعض صديقات في صالة الضيوف الواسعة، ولم يغمض لها جفن. نامي لبعض الوقت، لدينا عمل هام في الصباح. لا أستطيع، أشعر بخوف شديد. أرجوك يا نيبال، كوني قوية، اقتربت رحلة متاعبك من النهاية. أرجوك يا سلوى، أشعر أنني في سبيل الدخول في دائرة رعب جديدة. لماذا يا نيبال؟ ماذا تقولين؟ أنا متأكدة أن أحلامك ستتوقف وستكتشفين سر هذه الأحلام. ساعديني لأنام يا سلوى، وأرجو ألا أرى أحلامك. اهدئي يا حبيبتي، اهدئي، سأكون معك. لا؟ نعم، رأيت حلما جميلا، كأنني في حديقة مزهرة ومعي مالك ذلك الفارس، وكان يرتدي بذلة عصرية ويحيطني بذراعي، وأنا أشعر بالسعادة. إذن كل شيء سيحل اليوم. هاي، هل أنتما جاهزتان؟ سنذهب في جولة إلى المكان الذي تكلمت عنه يا سلوى، الذي يقع في الوادي. سنذهب في سيارة والد العروس، إنها كبيرة وتتسع لنا جميعا. هل سيذهب معنا هو؟ قد نحتاج لخبرته. أبو سليم والد العروس؟ بالطبع، هو من سيقود السيارة. عظيم،
لابد وأنه خبير في المنطقة وتاريخها وجغرافيتها. نعم بالتأكيد، كان مدرسا في مدرسة القرية من قبل. هيا يجب أن تستعدا. حكت سلوى لتامر كيف انطلقت بهن الحافلة نحو واد مغلق في نهايته، وكانت نيبال متوجسة قلقة. وحين توقفت الحافلة انطلق أبو سليم بالحديث. هذا المكان يا بنات يسمى الدائرة الحمراء، وربما بسبب الدماء الغزيرة التي سالت فيه. هل تعرف تاريخه يا عم أبو سليم؟ ربما استوطنه الإنسان الأول بسبب الصخور الكثيرة الموجودة، وبسبب أن داخل الدائرة هناك أنفاق بعضها أغلقته العوامل الطبيعية وبعضها ما زال مفتوحا. هل حدثت بعض الأحداث داخل هذا الوادي؟ ولماذا نعتقد أن الإنسان الأول استوطنه؟ لأن المنطقة محاطة بالخضرة، وأسفل الوادي هناك حصن وآثار حيوانية متجمدة ضمن الصخور، وهذا يعني أن المياه كانت موجودة ثم جفت فيما بعد. أرجوك يا عم أبو سليم، احكي لنا أكثر عن أحداث دارت هنا، ولماذا قلت أن سبب تسمية هذه المنطقة بين الصخور بالدائرة الحمراء؟ أهو لأن دماء كثيرة نزفت هنا؟ نورة، يا نورة! ماذا يا أبي؟ أحضري الشاي بسرعة. أنا قادمة يا أبي. كانت هناك معركة كبيرة بين جنود ملك فرنسا وبعض المقاومين من أبناء المنطقة مع جزء من جيش صلاح الدين، بعدما أغار الفرنسيون على القرى حول الوادي ونهبوا خيراتها وانتهكوا أعراض النساء، ثم أحرقوا البيوت المنتشرة، وتصدى لهم سكان المنطقة وهم يغيرون على القرى القريبة بعدما حضرت نجدة من الفرسان لمساعدة السكان. ومتى كان ذلك يا أبي؟ في القرن الثاني عشر الميلادي، أعتقد أواخر ذلك القرن. وحسب ما قرأت، أحاط الجنود الفرنسيون بمجموعة من الفرسان الذين استبسلوا في الدفاع عن أنفسهم وبلدتهم. انتبهي لصديقتك يا سلوى، انتبهي لنبال، لا تبدو طبيعية. سأرى ما بها، لا تقلقي. اقتربت سلوى من نبال الشاردة، كانت تبدو كأنها مشدودة نحو مكان خلف الدائرة حيث ربطت صخرة كبيرة. انتبهت لاقتراب سلوى منها. أرجوك، هناك أشباح تظهر لي خلف الصخرة،
أترينها أم لا؟ أين؟ لا أرى شيئاً يا نبال. انظري، إنهم أناس يرتدون السواد وعلاماتهم فارقة على صدورهم وأقنعتهم، كأنني رأيت هذا اللباس من قبل في فيلم سينمائي. ربما كانوا من الفرنسيين الذين يتحدث عنهم الأستاذ أبو سليم. هيا تحركوا بسرعة سلوى. إنهم يخرجون فرساناً من مكان آخر، كأنه نفق أو كهف. هيا بسرعة. أرى مالك، ذلك الفارس القصير صبوح الوجه. الأشباح يتكاثرون والفرسان يخرجون مرغمين من الكهف. هيا. بدأت معركة قاسية، لا أريد أن أرى. لا لا نبال، نبال ما بك نبال؟ كانت نبال قد أغمي عليها، وانتبه الجميع على صراخ سلوى، وتساءل أبو سليم. ماذا حدث لها يا ابنتي؟ في الحقيقة لدى نبال قصة غريبة يا عم، سأحكيها لك. فهمت، لابد وأن سراً كبيراً وراء أحلامها. كانت تنظر هناك نحو الصخرة، سأرى ماذا يوجد خلفها. انتظر، سأذهب معك يا عم، هيا. هناك بعض الردم هنا. هيا يا بنات، ساعدنني في تحريك هذا الردم، وأنت يا نورة ابقي مع نبال وامسحي وجهها بالماء. حاضر يا أبي. ماذا تعتقد أن هذا الردم يخفي تحته يا عم؟ سنرى يا ابنتي سنرى. ماذا؟ كأنه نفق. رائحة العفونة كبيرة. أحضري لي مصباح الجيب من السيارة، إنه في الصندوق الخلفي وهو مفتوح. هيا يا هدى. سأفعل يا عمي. أوه، هذه الرائحة غير عادية، هناك برودة في الداخل. انتبه يا عم، قد يشكل ذلك خطرا عليك. لا تقلقي يا ابنتي لا تقلقي. هذا هو المصباح يا عمي. ما هذا؟ يا إلهي. خيرا يا عم؟ كانت صديقتك على حق يا سلوى. كانت هناك مجموعة من الجثث التي ظهرت رؤوسها بكل ملامحها وهي ترقد داخل نفق رطب بارد، وكأنما أرعشت صيحة نبال خلفهم صدور البنات وأبا سليم. لك المسكين وهؤلاء رفاقه، لا يمكن أن أنسى وجهه. مالك؟ من هو مالك هذا يا ابنتي؟ الذي كانت تراه في أحلامها مقتولا، يمد يديه نحوها متضرعا. أشكالهم ولباسهم الباقي حتى الآن يوحي أنهم كانوا من فرسان صلاح الدين. معقول؟ يا إلهي، أكثر من 800 سنة. يجب أن ندفنهم يا عم، ربما استنجدوا بي لأبحث عن مأوى يأويهم داخل الأرض، أقصد عن قبور يدفنون بها. معك حقا يا ابنتي معك حق.
أحدث الاكتشاف ضجة إعلامية كبيرة، وشارك مسؤولون في المنطقة في معاينة المكان حيث دفنوا، وكان عددهم 14 في مقبرة حفرها الأهالي لهم داخل الدائرة الحمراء. يا إلهي، عزيزتي سلوى، نبال ماذا حدث لها؟ الطريف أن حدثا جرى لنا بعد عودتنا من تلك الزيارة الغريبة. ماذا يا سلوى؟ تعطلت سيارة أبي سليم بانفجار دولابها الأمامي، ولم يكن لديه عجلة احتياطية، فوقف جرار زر نبال حين رأته وهمست لي: يا إلهي، نفس الملامح. هي خيرا يا عم أبا سليم، هل تعطلت السيارة؟ إنها العجلة، ولا يوجد معي عجلة احتياطية. بسيطة، سأنقل الصبايا إلى القرية وأصلح لك العجلة وأعود. هل العجلة جاهزة؟ ساعدني كي أفكها. هيا يا بنات، اصعدنا الشاحنة الملحقة بالجرار، فيها مقعدان طويلان، اجلسنا عليهما. ما بك يا نبال؟ هيا صعدي. عامر، ساعد نبال، هي متعبة قليلا. نبال، كأني رأيتك من قبل. وجهك مألوف، كأنني أعرفك. يا إلهي. حسنا، تفضلي، سأساعدك. وكأنما نمت علاقة حب بين نبال وذلك الشاب عامر الذي كان يشبه مالك، الفتى الفارس الذي كانت تراه في الحلم. كان عامر مهندسا زراعيا، تفرغ للعناية بأرض أهله الواسعة، وسرعان ما تراسل ونبال ثم خطبها من أهلها وتزوجها بعد تخرجها من مدرسة التمريض. قصة غريبة فعلا. سلوى، ماذا عنك؟ ماذا حدث لك؟ مرت سنوات على زواج نبال، وانتقلت في عملي بين عدة مشاف، حتى استقر بي الحال في مشفى الأطفال، وأصبحت رئيسة ممرضات وردية الليل. ولم تتزوجي يا سلوى؟ في الحقيقة تعرفت إلى شاب أراد أن يعمق علاقته معي دون أن يخطبني أو يعرض علي الزواج، فتركته. وكاد أحد الأطباء الشبان أن يطلبني من أهلي، وقد تعلق بي كثيرا وأصبح كل عالمي. ولكن تعرض لحادث سيارة ومات. ومنذ ذلك الحين أشعر بالحزن والتعاسة. كان صالح أطيب وأنبل الشبان الذين قابلتهم في حياتي. أتريد أن تشرب شيئا يا دكتور؟ لا بأس بكأسين من الشاي. أمرك. حدق في الصبية النحيلة الباكية، فشعر بالشفقة عليها، ورغب أن يعرف قصتها التي يبدو أنها لم تكن قصة عادية. حسنا سلوى، حدثيني، أنا في شوق كي أسمع تتمة الحكاية. لم تكن أحلاما، كانت أشباحا أراها في عملي. ها؟ كيف؟ حدثيني. منذ عامين كنت أدخل غرفة العناية المشددة في المستشفى، وفيها أطفال بحالة مرضية صعبة، حين رأيت امرأة في نحو 40 لم يظهر وجهها جيدا لي، كانت تدور بين الأطفال، وحين أردت أن أكلمها اختفت فجأة وكأن الأرض انشقت وابتلعتها. يا إلهي، فشعرت بالخوف ثم نسيت الموضوع، معتقدة أنني كنت أتوهم. نعم، وتكررت رؤيتك لها؟ نعم، وفي أوقات لم يكن فيها أحد معي، لدرجة أنني أصبح حتماً
أجفانهم بالقوة كأنهم موتى. هذه هي مشكلتي يا دكتور تامر، وجئت إليك لتساعدني على الخلاص من هذه الكوابيس. سلوى، أنت تنوبين دائما في الليل؟ أنا مشرفة قسم الليل، وفي أهم منطقة في المستشفى هي الإسعاف والعناية المشددة. أيمكن أن تساعدني؟ نعم بالطبع، أنت مناوبة اليوم؟ تبدأ مناوبتي منذ 11 ليلا حتى 7 صباحا. ومعي بعض زميلاتي، ولكني مكلفة بالتجوال، وهذه هي المشكلة. وزميلاتك يعلمن بمشكلتك؟ لم أستطع أن أحكي لأي منهن شيئا عن متاعبي. تعلم قد يسخرن مني، أنا أتعذب كثيرا. حسنا يا سلوى، ما رأيك لو جئتك في الليل؟ قولي لي، أترينها كل يوم؟ أقصد أترين تلك المرأة كل ليلة؟ أحيانا. أرجو أن نراها معني الليلة. استعد الدكتور تامر تلك الليلة جيدا لملاقاة الممرضة، وكانت شارة سيارته الجامعية قد سهلت له الدخول من الباب الرئيسي دون مشاكل. كانت سلوى تنتظره أمام المبنى الذي يضم الإسعاف والعناية المشددة. أحضرت له القهوة وجلسا قبل 11 بربع ساعة، وهو موعد ورديتها. لا يجب أن تشعري بالخوف، يجب أن نعالج الموضوع بهدوء. لو رأيتها يا دكتور ماذا ستفعل؟ لو رأيتها سأكلمها، سأتحاور معها. سأخذ الفنجانين إلى المكتب القريب، ثم ندخل معا مكان مناوبتي. وفجأة شعر تامر أن حفيفة ملابس تتحرك خلفه، فنظر متوقعا أن يرى ممرضة أخرى رفيقة لسلوى، ولكنه رأى امرأة متوسطة العمر تمر قربه. لم يستطع أن يحدد ملامح وجهها، كانت تضع غطاء أسود حول رأسها. أنت يا سيدة، من فضلك توقفي. يا إلهي، إنها تدير ظهرها لي وتتوقف. ألك أحد هنا في هذا القسم؟ نهض تامر من مجلسه واتجه نحوها وقلبه يضرب بعنف. ما بالك؟ لما لا تتكلمين؟ وما دخلك أنت؟ لست طبيبا. نعم، ولكني أريد أن أتحاور معك. اتركني، سأرى أطفالي، لا أريد أن أتكلم مع أحد. ماذا؟ إنها أشبه بالشبح، سألاحقها. يا إلهي، إنها تدخل باب الإسعاف المفتوح، الممرضة لا تراها. يا إلهي، تقترب من باب العناية المشددة المغلق. إلى أين يا أستاذ؟ أنا الدكتور تامر علوان، لدي مريض هنا. عفوا دكتور، أنا آسف، هل يمكنني مساعدتك؟ أنت الطبيب المناوب هنا؟ نعم، ما اسم الطفل الذي تريد رؤيته؟ اسمع، دخلت امرأة لقسم العناية المشددة، هي قريبة طفل. ماذا تقول؟ امرأة؟ لم يأتي أحد إلى هنا، لم أرى أحدا. سندخل إلى الداخل، ربما كانت في الداخل فعلا. لا أرى أحدا، يا إلهي أين اختفت؟ كأنني أرى شبحا. انظر،
لا أحد قرب الأطفال. انظر، إنها هناك، أنا أراها تقف بين تقسيمات الأطفال المرضى. يبدو أنك مشغول قلق على الطفل الذي تعالجه، سأعود إليك بعد قليل. يا رب السماء. اقترب تامر من مكان وجود المرأة، علم أنه يراها وغيره لا يراها، هي تظهر له فقط. ماذا تفعلين هنا؟ أرى أطفالي. ماذا؟ ما قصتك مع هؤلاء الأطفال؟ لماذا أنت هنا دائما؟ أدور بين أطفالي، أطفالي، أطفالي المساكين. يا رب السماء، إنها تدور بين الأطفال. يا إلهي، إنها تضمحل، تتلاشى، تختفي. هاي! كنت أبحث عنك يا دكتور، أين كنت؟ رأيت صاحبي، لم يرها أحد غيري. هي تظهر للبعض، ربما لسبب ما. سأبحث عن تفاصيل السب، أعتقد أنك لن تريها بعد الآن. ماذا تقول؟ معقول؟ نعم. يا رب. سأعرف قصتها وسبب دورانها في هذا المكان. لم يتوانى عن السؤال في المستشفى عن ذلك الشبح الغريب الذي يظهر للبعض، فقد اكتشف أن الرجل المسؤول عن المجارير الصحية يعرف شيئاً عن الشبح الغريب. كنت أشعر بطيفها أحياناً يا سيدي، وأنا أسمع خرير المياه المتدفقة في المجاري. لم أرها سوى مرة واحدة. يقال إنها هائمة تبحث عن مستقر أو حل للغز يرهقها. طيب، لماذا في هذا المكان بالذات؟ يا دكتور، أنا ابن المنطقة، أسكن قريباً من هنا منذ طفولتي، وأجدادي سكنوا هنا. مكان هذا المشفى هو بالأصل مقبرة. مقبرة؟ مشفى الأطفال بني على أرض كانت قبوراً؟ نعم، نعم يا دكتور. لم يتوانى تامر عن السؤال عن امرأة فقدت أطفالها منذ زمن بعيد. سأل كبار السن في المنطقة الشعبية هناك وفي الربوة وكيوان وما حول هذه المناطق، وأخيرا حكى له أحد المسنين قصة غريبة. كانت امرأة ترعى أطفالا يتامى، لديها ثروة صغيرة، لم تتزوج، فتفرغت لتبني الأطفال اليتامى ورعتهم كأم رؤوم. حين فاض النهر قبل نحو 60 عاما فأغرق بيتها الواطئ وكانت خارجة، وحين عادت كانت المياه قد جرفت الأطفال، فأخذت تستنجد وتبحث كالمجنونة. يا إلهي، ولم تعثر على جثثهم؟ عثروا على بعض الجثث فدفنتهم، وعادت للبحث وهي تبكي من القهر، حتى ماتت في ليلة شتائية باردة. يا إلهي، أكاد لا أصدق. معقول؟ كانت قصة محزنة، عرف من خلالها سبب تهويمات طيف المرأة الحزين بين الأطفال في المشفى، كأنها تبحث عن أطفالها اليتامى
الذين أغرقهم الفيضان. وظلت القصة في خاطر تامر الذي حكى تفاصيلها لسلوى، فغرقت في بكاء عميق. في الأسبوع المقبل نلتقي بكم. إلى اللقاء. كانت حلقة اليوم بعنوان ليس وهماً. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من ظواهر مدهشة. المخرجان المنفذان فراس عباس وأمير دياب. ظواهر مدهشة، وتحية من الدكتور طالب عمران، والمخرج مازن لطفي.